في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب لعيينة وللأقرع، فقال عيينة: لا أخذ كتابا ككتاب المتلمس لا يدري ما فيه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام: قد كتب لك ما أمر لك. ولكنه حديث لا يصح كما أفاد ابن حجر رحمه الله.